Nice turn by Dybala, and there's the shot, and there's the opening goal. Oh, the jewel shining bright there. What a brilliant finish from Paulo Dybala. His first sight of goal. Get into a good area, and they are level. And what about this? It's Leonardo Bonucci who scored it. You could not script it. Of all the people, it is Bonucci who celebrates the goal as well. And that's a great ball as well. But Khedira and Cuadrado! The champions may well have just found a way, just as champions do. Cuadrado's first appearance of 2018. It could be a match-winning appearance. Well played, Khedira. He's had a very... Dybala. And Khedira! Provider turns goal scorer. And Juventus are home and host tonight. And they will take a four-point lead. إنها أجواء الكبار اليوبي الكرة ملعوبة على أرضية سلام تتغير الأماكن تتغير الأحداث اليوبي لا يتغير إنه السيد والسيدة إنه الكبير إنه المتوج دائما إنه البطل دائما إنه المتقدم دائما اليوفي دائما ما يتقدم الآخرين بخطوات اليوفي يضرب ويتقدم السيد العجوز تحقق الفوز وغير اليوفي بطل ما يجوز ويوم جديد لاعتلاء اليوفنتوس الرشاش يضرب الرشاش الإيطالي يضرب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء بن عطية شو هالعطايا شو هالكرم شو هالإبداع اليوفي عالية عرضية داخل منطقة الجزاء في المرمى الانتصار الأكبر لليوفنتوس على ميلان في تاريخ المباريات النهائية التي جمعتهم إكلانيتش ووجه الغضب جاتوزو اليوفي يسجل الرابع ألكساندر كورا رونالدو قريب ألكساندر با 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 جول الطائر مانجوكيتش طار في السماء وارتقى وضربها بالراس وجول الكساندرو لمانجوكيتش مانيفيكو اكستراوردينارو مانجوكيتش وجول لليوفي عند الدقيقه الثامنه من انطلاقه المباراه كاسيلو راح كاسيلو يا يا وجول يا رونالدو فعلها لأول مرة في التاريخ رونالدو يسجل في السان سيرو لعب أمام الميلان وأمام الإنتر وفي نهائي دوري الأبطال وهو يسجل أمام الميلان في السان سيرو ويمنح التفوق ليوفنتوس لعبة